مرحبا نايا. أهلين وسهلين فيكم. بدي أترك مروة عندك. إيه بس ليش؟ عندي شغل ضروري نايا. ما رح تعملي الشي اللي تناقشنا فيه مبارح ما هيك؟ أوه نايا، صايرة عم تصدقي أي شي شبهك؟ أكيد ما رح أعملها، صايرة شكاكة. بدي روح في اجتماع أولياء أمور. بس مو كأنك لابسة كتير على هيك اجتماع ورايحة على المدرسة؟ لا ما بتوقع، عادي. ماشي، لا تتأخري لأنه عندي طلعة. رح كون رجعت بهالوقت، لا تخافي. يلا بشوفك. مع السلامة. فوتي يا بنتي. يلا. ما شاء الله عليكي، شو أنيقة يا ميرنا. العالم ما رح تشيل عين عنك. تعرف فكرت السكرتيرة أول ما شافتني شو فكرت؟ مثل ما بيقولوا، حاولت توصل لي إني باينة رفيقتك أو حبيبتك يعني. وكيف إذا قلنا لها بدك تجي على البيت لتنطفي بتغمى بأرضها مو هيك؟ أيه بلا، عندي كتير شغل، رح أخذ المفاتيح وروح عند السكرتيرة ورح تفهمي غلط مرة تانية. لا تأكل هم، هلأ بنسخ نسخة لإلي مشان ما عاد أطلبه منه. ماشي. أوف، والله كثير مليت يا خالتي. ليش يا بنتي؟ ماما لسه ما إجت. شوي وبتوصل، شكلهم طولوا شوي بالاجتماع. ماما ما راحت على الاجتماع أبداً يا خالة. بس هي هيك قالت لي. لا خالتي، ماما راحت لتنظف بيت العم عطية، سمعتها الصبح وقت قالت له لبابا. يعني صايرة عم تكذب على أبوكي هالمسكين. آخ منك يا أميرنا آخ. يلا يا بنتي، لوين بدنا نروح؟ على بيتكم. كريم، جيت من المدرسة؟ كنت بدي امرق لعندك يا خالة. أمي ما أنا عندك؟ لا والله ما لا عندي، ما بعرف وينها حتى. فينا نستناها عندك بالبيت يا خالة؟ عندي شغل ورايحة مستعجلة كتير. انتو خليكن هون واستنوها. وإذا ما أجت بهالوقت؟ أكيد بتجي، لا تخافي. انتبهوا على حالكن، بشوفكن. عن جد يا حرام على هالولاد. بتمنى من قلبي ما تعملي اللي خايفة منه يا ميرنا. أوف يا أمي. أخي شو منساوي إذا ما أجت أمي؟ ما بتعمل هيك، لا تخافي، أكيد أمي جاية. تمام.
اللي يا أخي، ليش أمي لسه لهلا ما إجت؟ ما بعرف يا مروة، بس بابا حيرجع بأي لحظة. ماما؟ وين كنتي أمي؟ إنا زمان ناطرينك. أنا آسفة حبيبي، هاي آخر مرة بتأخر. تمام وعد؟ أول شيء أنتوا وعدوني ما رح تخبروا أبوكم بأي شيء أبداً، تمام؟ نوعدك. يلا لشوف. مبارح مكذبة علي، وفوق هيك إلك عين تجي لعندي. ما رح أترجاكي نايا. رح تشوفي، بس خبر زوجك عن القرف يلي عم تعمليه. ما رح أصدق شو ما قلتي له. أي مثل ما بدك. امشي بنتي امشي. ماما، ليش معصبة منا الخالة نايا؟ ما بعرف، شكلها معصبة من شي شغلة، لا تفكري فيها. هلأ فيك تضلي بالبيت لحالك لحتى أرجع من السوق؟ يعني بدي ضل لحالي؟ ايه، شو رح يصير لك يعني بالبيت؟ بس أنا كتير بخاف. ما في شي بخوف بالبيت، إذا ضليتي بالبيت رح أشتري لك اللعبة الحلوة اللي بدك ياها. ماشي، رح ضل لكان. يا روحي انتي، هاي هي بنوتي الشاطرة. بس يجي أخوكي خبري إنه الأكل بالفرن كمان، سخنوا الأكل وتغدوا. ماشي. يلا باي يا ماما. هيك ما رح لحق أبدا. أنا كثير جوعانة يا أخي. آي، شو عملت يا أخي؟ آي آي آي، اللي عم يوجعك شي؟ آي إيه، احترقت عم توجعني. آي. لمشاهدة المزيد من الحلقات، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.